صح عيدك زينة، ونقول عيد مبارك وسعيد لكل زملائي في قناة البلاد، كل الأهل والأقارب والأحباب، وأيضا نهني الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة، ونقول له إن شاء الله نشوفوا فلسطين حرة مستقلة إن شاء الله، وأيضا كل الأمة العربية والإسلامية في جميع ربوع العالم. الجالية الجزائرية تاعنا تاني في الخارج، نقول لهم صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، ونتمنى إن شاء الله الخير لبلادنا، لبلادنا الجزائر الحبيبة، الاستقرار ودوام الهناء ودوام العافية إن شاء الله لكل الجزائريين. صح عيدكم، كل عام وانتم ألف ألف خير. صحة عيد الشعب الجزائري والأمة المسلمة جمعاء، وصحة عيد كل عائلة مجمع البلاد وعائلة بالعالية وعائلة غماري. اليوم رانا خدامين هنا في قناة البلاد، نقضيو أول أيام عيد الفطر المبارك مع عائلتنا الثانية ومع الزملاء، أجواء رائعة والحمد لله، ونقدموا ونجدوا تهانينا لكل الأمة المسلمة والشعب الجزائري، وإن شاء الله تنعاد علينا بالخير واليمن والبركة. شكرا. بمناسبة عيد الفطر المبارك نقول لكم صحة عيدكم لجميع الشعب الجزائري والأمة المسلمة، وما نساوش خاوتنا فلسطين. بنقدم تحياتي لكل من عائلتي كيرباج وبالحوت ولا فامي تاع لي كوزان ديالي ولي كوزين كامل، ونقول لك احكم بالخير، صحة عيدكم. Je souhaite Saha Aïd à toute ma famille, la famille Bikerwil et la famille Aït Abbas, sans oublier la famille Alami et Mjdoubi. Nous sommes à Aïd al-Fatr Mbarak, Inch'Allah. Nous avons fait le taqm al-Fanni. Nous avons fait le taqm ولادي ولادي عيدك صح عيدك زميلتي زينة، كل عام وانت بخير. وبمناسبة عيد الفطر المبارك نقدم تهاني لكل عائلة نايلي، وخاصة الوالدة والوالد والإخوة أسامة سارة هيبة ورمزي، وكل عائلة شاوش، وخاصة خالتي آمل وبناتها سيرين آية باتول ونيلة، وبيان سور بلا ما ننسى والزملاء، كل عام وحنا بخير إن شاء الله. يا زميلتي زينة عيدك مبارك، نتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لكل الأمة الإسلامية والعربية، بلا ما ننسى أيضا الطاقم قناة البلاد اللي رانا متواجدين الآن نعملوا في اليوم الأول بعيد الفطر. نقول لكل الزملاء والزميلات اللي يعملوا معنا كل عام وأنتم بخير، يعني مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. أيضا بلا ما ننسى عائلتي، عائلة بولعراس وعائلة زحاف، والدي العزاز وخياتي، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. بالمناسبة يعني نحيي كاع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، نقول لهم كاع صحة عيدكم، إن شاء الله يكون بصحة ولهنا جزاء عليهم، ونحيي كاع عائلتي إن شاء الله. زميلي عثمان صحة عيدك، كل عام وأنت بخير، واش تقدر تقولنا في أول يوم عمل؟ الله يسلمك أختي زينة، عيدك مبارك سعيد إن شاء الله، عيد مبارك لكل الجزائري والأمة الإسلامية، لزملائنا في قناة البلاد. بهذه المناسبة إن شاء الله نوجه تهاني العيد للوالدين الكريمين، الإخوة والأخوات، للزوجة الكريمة، الأطفال ريتاج وفراس، وأمانة كاين بعض الأصدقاء اللي قاولين لازم نعطيهم تهاني في يوم العيد. نوجه تحية أيضا بمناسبة عيد الفطر المبارك للصديق الدكتور كمال طواري، الأولاد رانيا وماريا تيتا إلياس، كما نوجه أيضا تهاني العيد للأخ علي، بناته فاطمة زهرة ومريم، صديقي مولود بومدين والابن تاع محمد، إن شاء الله ينعد علينا وعليكم باليوم والخير والبركات إن شاء الله. صباح الخير عليكم، صباح الخير زملائي في قناة البلاد، نقول لكم صحة عيدكم، ينعاد علينا بالصحة ولهنا، صحة عيد كل عائلتي بوزاير عيشوش وراولي وبوصاق. نتمنى الوالدية واختي مهدية اللي راهي عايشة بعيدة علينا في فرنسا، إضافة إلى خويا محمد عبد الرحمن، وكذلك اختي مونيا وزوجها أحمد وولادها سيلين وإليان، يكونوا بالصحة، يعني يكونوا ملاح في هذا العيد، وإن شاء الله ينعاد علينا ونكونوا مشمولين وملمومين كاع كيف كيف. نتمنى الأمة الإسلامية كاع تكون بخير، ومادا بيا خاوتنا في فلسطين كذلك في بورما، نتمنى لهم ربي يفرج عليهم إن شاء الله في هذه المناسبة الدينية الطيبة. نحب نقول لعائلتي تانية في قناة البلاد زملائي، ينعاد عليكم الصحة ولهنا، دون ذكر الأسماء، خوتي وخواتاتي سواء صحفيين ولا تقنيين ولا حتى يعني سائقين معنا، وإن شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد، حتى أعوان
الاخوان الامن اللي معانا. نتمنى الخير لبلادنا في هذه المرحله اللي تعيشها، ان شاء الله نتجاوزوها، ان شاء الله يكون عام مربوح علينا، عيد مربوح ان شاء الله، هذا شوال ان شاء الله يكون يجينا بالخير والبركه. ان شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد وما قصيت حتى واحد، ونتمنى هذا العيد ان شاء الله يعاود يولي علينا العام الجاي بالصحه والهنا. مشاهدينا الكرام، كنا مقبل في قاعة التحرير، والان هبطنا للاستوديو. الاستوديو هذا اللي كان يقدم فيه الصحفي ومدير الانتاج قناة البلاد فيصل أبو عروة. فيصل صحة عيدك. صحة عيدك زينة، صحة عيد اسماعيل اللي راهو وراء الكاميرا، كذلك صحة عيد كل الجزائريين، صحة عيد كل الأمة الإسلامية، مليار ونص مسلم يحتفل اليوم بعيد الفطر. إن شاء الله ربي يكون تقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا وغفر ذنوبنا، وإن شاء الله هذا العيد ينعاد علينا بالصحة والهنا والخير والإيمان والإحسان واليمن والبركات. إن شاء الله ربي يرجع كل بعيد لداره، وكل مسجون يعيد إن شاء الله العوام الجايين مع أولاده ومع عائلته. إن شاء الله يا ربي كل المرضى يرجعوا لديارهم سالمين غانمين، الناس اللي راهم في المستشفيات نقول لهم عيد مبارك وربي يجيب لكم الشفاء إن شاء الله. كل إنسان إن شاء الله مهموم ربي يفرج عليه، كل إنسان محتاج ربي يعطي له حاجته في هذا العيد المبروك. وأنا نستغل الفرصة هذه ونقول صحة عيد وعيد مبارك لكل عائلتي، عائلة بوعروة، اليما، البابا، الخوتي، خواتاتي، كذلك زوجتي الحبيبة، البنتي أنفال الصغيرة اللي بدأ بي أروح أشوفها توحشتها، تحية لك بنتي. كذلك العائلة العمتي، العمومي، عمي عثمان، عمي محمد، عمتي كذلك فاطمة، جدي الماني، عائلة فاضل، كل عائلة فاضل، وكل كذلك عائلة بالقصة، وكل الناس اللي يعرفونا والناس اللي يحبونا، كل عمال قناة البلاد اللي نشكرهم كثير. أنا يا بصفتي مدير إنتاج نشكرهم جميعا دون استثناء لكل المجهود اللي قاموا به خلال شهر رمضان. راح يسلمك اختي زينة، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، ينعاد علينا بصحة ولهنا. نهدي تحياتي إذا كل عائلة عباس وعائلة ميري بعي بالخصوص لطفي أخويا توفيق، ونقول لكم صحة عيدكم، وإن شاء الله يجوز إن شاء الله العيد مليح، وكل عمال قناة البلاد نقول لهم صحة عيدكم، وكل عام وانتم بألف خير ويعطيكم الصحة. بحياتكم وبحياة الجميع إن شاء الله، وخوتنا الجزائريين بصفة عامة، ويعني هذه القناة هذه اللي جمعتنا والحمد لله. شوفي يعني مسرورة بالحلوية تاعها وبشبيبة تاعها تاني كذلك، والعمال تاعنا يعني يا لو بلوس في قناة البلاد، وقناة محترمة وشريفة، شريفة محبوبة عند الشعب وما شاء الله. ونزيد نقول صحة عيد العمال تاع قناة البلاد، وعيد خوتنا الجزائريين بصفة عامة، وأنتي طالب وكل ماما راكي شاركتي في البركة تاع قناة البلاد، ونقول لوليدي له في الغربة وناس الغربة نقول لهم صحة عيدكم وعيدكم مبارك.